الجوية وبيليس أينما كنتم. متابعي قناة الحياة الجزائرية، مرحبا بكم إلى توقعات حول الطقس نهار التلاتة إن شاء الله مع الصباح. خلال الصباح مشاهدينا، الاضطراب الجوي على المدن الشمالية راح يكون متواصل لكن راح يخف تدريجيا. أما بالنسبة للمدن الجنوبية نبقاو نسلو بعض السحب العابرة اللي راح يكون عندها فعالية. نروحو نشوفو حال الطقس خلال الصباح. خلال الصباح ان شاء الله راح نسجلوا اجواء ملبده على طول الشريط الساحلي، في بعض الاحيان راح تكون مرفوقه ببعض القطرات من الامطار بالنسبه للسواحل الشرقيه والمدن الداخليه. اما بالنسبه للجهه الجنوبيه الغربيه راح نسجلوا كذلك بعض السحب العابيه اللي ما راح يكون عندها فعاليه. باقي ولايات الوطن اجواء راح تكون صافيه ومشمسه. فيما يخص حاله البحر ان شاء الله، البحر راح يكون هادئ على طول الشريط الساحلي، سرعه الرياح راح تتراوح ما بين 10 و15 كيلومتر في الساعه. نشوفوا درجات الحراره خلال الصباح. خلال الصباح ان شاء الله كدرجات صغار كامل راح يكونوا بكل من ولاية سطيف وتبسة بأربع درجات، والدرجة الكبيرة كامل راح تكون بتندوف 13 درجة، تاعها كانوا ببشار 11، كانوا بغرداي 11 درجة، كانت ذلك كانت بجزائر العاصمة 12 درجة، كانت بكل من ولاية تيزي وزو وعنبة. هذو كانوا درجات الحرارة خلال الصباح. نروحو نشوفو الوضعية الجوية على شيء ان شاء الله. معلش ان شاء الله ما كاش اختلاف على الصباح، ما زلنا نسلو اجواء غائمه على الشريط الساحلي، راح تكون مرفوقه بامطار بالنسبه للمدن الداخليه والسواحل الشرقيه. اما بالنسبه للجهه الجنوبيه الغربيه راح نبقاو نسلو نفس السحب العابره اللي ما راحش يكون عندها فعاليه. باقي ولايات الوطن تبقى الاجواء صافيه ومشمسه وصولا الى جنوب الصحراء. حاله الصيد والملاحه، البحر راح يبقى هادئ وسرعه الرياح راح تبقى ما بين 10 و15 كيلومتر في الساعه. فيما يخص درجة الحرارة مع الحشية إن شاء الله، درجة الحرارة مع الحشية إن شاء الله كدرجة دنيا كامل راح تكون بولاية المدية ب 15 درجة، والدرجة الكبيرة كامل راح تكون بتندوف ب 27 درجة، 23 درجة كانت ببشار، 17 درجة كانت بالبيض، 19 كانت بوهران، و 22 درجة كانت بالجزائر العاصمة. هادو كانوا درجات الحرارة مع الحشية إن شاء الله. نروحو نشوفو توقعات الطقس اليومين الجايين. اليومين الجايين بإذن الله الأجواء راح تكون من مغشاة جزئيا إلى غائمة على السواحل الغربية تلتحق بالمدن الداخلية توصل للجهة الجنوبية الغربية. أما بالنسبة للمناطق الساحلية الوسطى التحاقا بالسواحل الشرقية راح نسجلوا أجواء غائمة، الغيوم راح يكونوا بزيادة شوية. باقي ولايات الوطن التحاقا بأقصى الصحراء وجنوب الصحراء تبقى الأجواء صافية ومشمسة، درجات الحرارة نهار الأربعاء إن شاء الله راح يكونوا بكل من ولاية الجلفة والبيض بخمس درجات، الدرجة الكبيرة مازالها بتندوف ب 28 درجة. حالة البحر، البحر راح يبقى هادئ على طول الشريط الساحلي وسرعة الرياح راح تبقى تتراوح ما بين 10 و 15 كيلومتر في الساعة. هذا فيما يخص يوم الأربعاء. أما بالنسبة ليوم الخميس إن شاء الله الأجواء راح تكون صافية على السواحل الغربية والسواحل الشرقية ما عدا السواحل الوسطى، راح نسجلوا أجواء غائمة عندكم، هاد الغيوم راح يكونوا غيوم متفرقة، راح نسجلوا كذلك بعض السحب العابرة اللي ما راحش يكون عندها فعالية بالنسبة للمدن الداخلية، يلتحقوا كذلك بالجهة الجنوبية الغربية وصولا لوسط الصحراء والجهة الجنوبية الشرقية. بالنسبة لشمال الصحراء وأقصى الصحراء الأجواء عندكم راح تكون صافية ومشمسة، درجات الحرارة نهار الخميس إن شاء الله درجة صغيرة كامل راح تكون بولاية المدية بأربع درجات، والدرجة الكبيرة كامل راح تكون بعين صالح ب 29 درجة. حالة البحر مشاهدينا، البحر راح يبقى هادئ وسرعة الرياح راح تبقى تلحق 15 كيلومتر في الساعة. هادو كانوا توقعات الطقس اليومين الجايين والعلم لله. بالنسبة للمعلومات الفلكية نهار الثلاثاء إن شاء الله الشروق راح يكون على 7:36، أما الغروب راح يكون على 5:33 دقيقة. بهذا لحقنا الختام شرط الأحوال الجوية عن ها اليوم، بقى لي غنقول لكم شكرا على حسن المتابعة والإصغاء. قدمت لكم الأحوال الجوية وبيليس أينما كنتم.